الكثير من مستخدمي برامج السوشيال ميديا يواجه صعوبة في تصميم البوستات أو الستوريات أو المحتوى بشكل عام. إذا كنت مستخدم عادي أو صاحب بزنس، بلوجر أو مقدم خدمات أو حتى لو هوم بزنس، برنامج أدوبي سبارك سهل لك هذه المهمة من غير ما تلجأ لبرامج التصميم المتقدمة. يعني مو بس يسهل لك، تابع إياي هذا الفيديو أول بأول. أدوبي سبارك هو مو برنامج ينزل على الجهاز، هو عبارة عن موقع مصمم بطريقة أبليكيشن. تحتاج تسوي لك أدوبي أكاونت إذا ما كان عندك. اللي ما عنده أدوبي أكاونت ادخل على جوجل، اكتب كرييت أدوبي أكاونت، راح يطلع لك أول ويب سايت مع التعليمات وطبعا مجاني. أدوبي سبارك يقدم ثلاث خدمات رئيسية. الخدمة الأولى هي سبارك بوست لتصميم وإخراج البوستات أو الستوريات أو أي مادة راح تنعرض على برامج السوشيال ميديا من غير ما تشغل بالك بالسايزات أو الريزولوشن أو الأمور التقنية، كلها مضبطنها لك البرنامج وأيضا يوفر لك قوالب جاهزة لو حبيت. الخدمة الثانية سبارك بيج، تحتاجها إذا كان عندك محتوى طويل ومعلومات وصور كثيرة للعرض ما تسع لعرضها في بوست واحد أو في ستوري واحد. لاحظ بعض الأحيان في بعض البوستات مصطلحات مثل داونلود، شوب ناو، سيمور، هذه تسمى كول تو أكشن، يرمز لها بسي تي اي، معنى شنو تبى من المتابع يسوي من بعد ما يشوف البوست مالك. لما يضغط المتابع على أحد هذه المصطلحات ينتقل لصفحة مستقلة تسمى لاندنج بيج. هذه الصفحة تحتوي على معلومات كثيرة وصور مصممة ومخرجة بتنسيق جميل، ويقدر المتابع يسوي سكرول ويتصفح بكل سهولة. تصميم هذه اللاندنج بيج هي من مهمة سبارك بيج. الخدمة الثالثة هي سبارك فيديو، خدمة مماثلة تماما لسبارك بوست ولكن للفيديوهات. الشيء الأجمل بأدوبي سبارك أنه متوفر على الويب كويب سايت وأيضاً أبليكيشن للموبايل والآيباد، فكل مرة تسوي لوغ إن من أي جهاز تقدر تواصل لبروجكت مالك. لما نروح على الموبايل سووا أبليكيشن منفصل لكل خدمة من خدمات الثلاث، فلو تروح على الأبل ستور راح تحصل سبارك بوست، سبارك بيج وسبارك فيديو، كل أبليكيشن منفصل لحاله. وبهذا الفيديو راح أبتدي بشرح تفصيلي لسبارك بوست، وأغلب الشرح راح يكون على الويب سايت لأنه عملي أكثر، بس راح ناخذ مقتطفات بعد على الأبليكيشن بالموبايل. قبل لا نبتدي العمل وقبل لا نروح لأدوبي سبارك يحتاج أنك ترتب بعض الملفات عندك على الجهاز. أنا سويت لي فولدر هنا سميته Cupcake Project. داخل الفولدر راح نلاقي في فولدر اسمه لوجو، في عندي ايميجز الصور اللي راح احتاجهم، في عندي الفونتات المفضله عندي. داخل اللوجو تخلي اللوجو مال البراند مالك او لوجوك الشخصي او اسمك او ايا كان، يفضل ان تخليه بالوانه الطبيعيه، وخل بعد واحد باللون الاسود وواحد باللون الابيض، يفضل انه يكون بصيغه بي ان جي على اساس يكون مفرغ من الخلفيه. فولدر ايميجز او فوتوز انا حاط فيها الصور اللي راح استخدمهم عندي في التصميم، وفولدر فونتس حاط فيه الفونتات المفضله دائما استخدمها. ونبدي مع ادوبي سبارك. روح للمتصفح بس اكتب في جوجل سبارك، راح يطلع لك من اوائل المواقع، او ادخل على spark.adobe.com. هذه واجهه الويب سايت اول ما تدخل عليه. يحتاج انك تسوي ساين ان من البدايه، راح يعطيك خيارات تقدر تسوي لوجن باكثر من ابلكيشن، احنا راح ناخذ لوجن وذ ادوبي اي دي اللي سويناه من البدايه. مجرد تسوي لوجن راح تتغير شوي الواجهه، وبدايتنا راح تكون ان شاء الله مع القائمه اللي جهه اليسار. عندي كرييت بروجكت، لو حبيت تبتدي بروجكت جديد مجرد تضغط عليها راح يعطيك بعض الخيارات، بما اننا نتكلم عن سبارك بوست حاليا فشغلنا بيكون مع الانستغرام بوست. عندنا ثلاث قوائم، عليز هوم وانت راح يكون اسمك موجود وقدامها هوم، في عندي قائمة بروجيكتس، وفي عندي قائمة براندز اللي راح نبتدي فيها. خاصية براند هي مثل الهوية التجارية او الثيم تبعك، تقدر تحط اللوجو مالك والفونت المفضل والالوان المفضلة تكون مسيبة دائما عندك على الويب سايت على اساس اي وقت بتصمم تكون جاهزة عندك. انا مسوي واحد من قبل مسمنا عليه ابو حسن، خلنا نشوف شنو يحتوي. في عندي اللوجو بالالوان، وفي عندي اللون المفضل ويعطيني عليه الكود على اساس لو بغيت استخدم هذا اللون في اي ابلكيشن ثاني، وفي عندي الفونت المفضل للاستخدام. نرجع على قائمة براندز، راح اسوي براند ثاني جديد حق الكب كيك بروجكت. اروح على كرييت براند، بيطلب مني ثلاث خطوات. اروح على ابلود يور لوجو، بيوديني على الجهاز الفولدر اللي رتبناه من البداية كب كيك بروجكت، وراح اختار اللوجو، راح احط اللون الاسود. الخطوة الثانية بيك يور كلر، مجرد اضغط على بيك يور كلر راح يعطيني اللون الغالب استخدامه في اللوجو، بس انا مو هذا اللون اللي ابيه، اقدر اختار اي لون ثاني من عجلة الالوان. الخطوة الثالثة choose your font، اقدر اختار من الفونتات اللي البرنامج يوفرها لي، او راح اروح على add your fonts اذا كان عندي فونت على الجهاز. راح للفولدر مال الفونتس وراح ارفع واحد منهم. من اخلص اروح على next، راح يطلب مني ان اسمي هذا البراند، ما راح اسميه كبكيك على اسم البروجكت. صار عندي اللوجو جاهز للاستخدام، وبعد عندي اللون اللي اخترته والبرنامج يوفر لي بعض التدرجات منه، وصار عندي الفونت اللي حاب استخدمه. نرجع لقائمة براندز مرة ثانية، عندي اثنين صار، علي ابو حسن براند واحد،
وكب كيك براند ثاني اللي راح نستخدمه في هذا البروجكت. ارجع لقائمه الهوم وراح نبتدي البروجكت. بدايه بروجكت جديد يعني اروح على قائمه كرييت بروجكت واروح لانستغرام بوست، او اقدر استخدمهم من هنا اوريدي هو عارضنهم لي على الهوم. عندي انستغرام ستوري، انستغرام بوست، فيسبوك كفر وما شابه، اي واحد نختاره نقدر نغير السايزات بعدين لاحقا. احنا بدايتنا راح نبدي مع انستغرام بوست. طبعا بالمناسبه لازم تكون شابك على النت طول الوقت. راح يفتح لنا مساحه عمل بسايز الانستغرام من غير ما اشغل بالي بالامور التقنيه من سايزات ووحده قياس وريزولوشن وما شابه. مهمتنا مع القوائم اللي جهه اليمين، اول قائمه راح يعطيني تمبليتات بارزه للاستخدام، اقدر اختار اي واحد من هذه التمبليتات واعدل عليها، اغير الوانها واضيف الصور مالي. وعندي على السيرش اقدر اسوي سيرش على كاتيجوري معين، مثلا اكتب سويت، راح يعطيني تمبليتات تناسب الموضوع اللي انا بحثت عنه. بس احنا ما راح نستخدم تمبليت جاهز، راح نسوي بروجكت احنا من الاساس، بعدين راح نشوف طريقة استخدام التمبليتات الجاهزة. فراح ابتدي مع القائمة اللي اقصى اليمين، اول شيء عندي اد، لما اضغط على اد اقدر اضيف تكست، اقدر اضيف صور، ايكونات يوفرها لي البرنامج، واقدر احط لوجو من البراند اللي مساعة سويته. لما نسوي كليك على فوتو راح يعطيني خيارات من وين الصورة اللي تبي تستخدمها. الخيار الاول فايند فري فوتو، هذه يوفرها لي البرنامج. لو اكتب لي مثلا كيك راح يوفر لي بعض الصور جاهزه للاستخدام ومجانيه ايضا. ابدل كلمه كيك مثلا الى كب كيك. لو اختار اي واحده من هذه الصور كليك واحد اوتوماتيك راح ينزلها لي في مساحه العمل جاهزه للاستخدام. بس طبعا انا عندي صوري الخاصه، فراح اروح مره ثانيه اد فوتو، راح اختار ابلود فوتو، يوديني على الجهاز، اروح للفولدر اللي رتبته من البدايه فولدر ايميجز، وراح اختار واحده من هذه الصور، اقول له تشوز. لإضافة الصور في اوبشنين، واحدة اسمها pin to background، واحدة move freely على اساس اني اقدر اتحكم في الصورة ما تكون يعني ملصوقة في الباك جراوند. اختاروا دائما move free على اساس حرية التحكم. نزلت الصورة في مساحة العمل، كليك واحد للتحريك، وراح اشوف يعطيني بعض الخطوط الوهمية، هذه تساعدني على اساس اسوي الالايمنت ان الصورة تكون سنتر من الطول والعرض. من الاربع جوانب في عندي دوائر، هذه للتكبير والتصغير، راح اكبر الصورة بخليها تملي المساحة كامل. طبعا الصورة عرضية والسايز مربعي، فانا مضطر اني اخسر جزء، بس ما راح يصير كروب، ما راح ينقطع، اقدر احرك الصورة واختار الجزء اللي احتاجه من الصورة. ارجع لقائمة اد وراح اضيف التكست، بيعطيني بعض الخيارات وبعض التمبليتات حتى حق الكلام، شلون طريقة تنسيق الكلام. انا اختار مثلا واحد من هذين، وفي خيارات متعددة واجد، انا راح اختار الاول بس للمثال. اوتوماتيك نزل لي كلام بالتمبليت اللي اخترته، فاسوي عليه دبل كليك للتحرير، اقدر اغير الكلام، مثلا بكتب علي ابو حسن، يضبطها لي بنفس التنسيق اللي انا اخترته. لو بغيت اغير هذا التنسيق ما عجبني، انزل تحت شوي الى كلمة شيب، واختار لي تنسيق ثاني مع شكل ثاني، انزل لتحت شوي في خيارات متعددة. حاليا للمثال راح استخدم كلام من غير ما استخدم هذا الستايل. لو بغيت امسحه اختاره اول واروح فوق للايكون ديليت واسوي له ديليت. مرة ثانية راح اروح على اد تكس على اساس ابي اتيب الكلام مالي، ما راح اختار اي واحد من هذين الستايلات او التمبليتس، راح اروح الى اد يور تكست، نكتب عرض خاص، هاي كلمة عرض خاص مع إمكانية التكبير والتصغير نفس طريقة الصورة من الزوايا. الحين صار عندي في مساحة العمل عنصرين، عندي الصورة وعندي الكلام. قائمة الجهة اليمين تتغير كل ما أختار واحد من هذه العناصر. حاليا أنا مختار التكست، شوفوا قائمة اليمين هي القوائم المختصة بالكلام، التحكم في الكلام. لو أختار الصورة راح تتغير وتعطيني قوائم التحكم في الصور. خلنا نجرب الصور أول. عندي الأوباسيتي فوق، أقدر أقلل من شفافية الصورة كامل. عندي الأوردر، الحين الصورة صايرة ورا الكلام والكلام صاير فوق في المقدمة. لو أبدل الأوردر راح تصير عندي الصورة هي اللي في المقدمة والكلام هو اللي صاير ورا. هذا الأوردر ذكرنا بطريقة اللايارات في الفوتوشوب. عندي خيارين فليب، واحد هوريزنتال وواحد فيرتيكال. عندي خيار الكروب على أساس لو بغيت أستقطع جزء معين من الصورة وأظهر بس جزء معين. عشان أتراجع عن آخر خطوة كنترول زد من الكيبورد أو كوماند زد لمستخدمين الماك، أو أروح لأندو من فوق. النوع الثاني من الكروب ميزة ممتازة هي شيب كروب، بحيث أني أقدر أسوي كروب بس عن طريقة الأشكال. هذا كروب على شكل دائرة، أرد أرجع لشيب كروب مرة ثانية، في واجد أقدر أختار المثلث شكل معين أو ما شابه بعض الأشكال الهندسية. لو ما أبي أستخدم أي واحد منهم أروح لفري فورم أول واحد فوق. بالضغط على تكست راح تتغير عندي القائمة، تصير عندي القائمة المختصة بالكلام. فونت فاميلي أقدر أبدل الفونت، أقدر أختار فونتات وموفرنها لي الجهاز، أو أروح فوق راح أشوف عندي الفونت مالي اللي رفعته في البراند. حاليا مختار لي براند علي أبو حسن، وأنا أبي أختار البراند الثاني كب كيك. أطلع برا أروح على السهمين أبدل البراند، أقول له سويتش براند إلى كب كيك براند.
ارجع لفونت فاميلي راح يعطيني الفونت المستخدم ايضا في براند كب كيك. الثلاث ايقونات اللي تحت الجستيفيكيشن مثل اللي في الوورد. عندي السايز اقدر ابدل السايز من هنا او ان نروح عن طريق الزوايا. عندي اللترنج سبيس بس لا تستخدمونه حق العربي لانه راح يكسر الكلام، ينفع حق الانجليزي يباعد بين المسافات بين الحروف شوي. والاوبسيتي والاوردر مثل اللي كان في الصور. الايكون الثاني اللي تحت حق الالوان، الاحظ ان عاطني الالوان كلها متناسقه مع ثيم البراند كب كيك، عباره عن لونين جنب بعض لان الستايل اللي انا مختارنا في طبقتين، في الكلام وفي من وراها بوكس. احنا راح نتخلص من هذا البوكس ننزل لقائمه شيب، وما راح اختار شيب، راح اروح لاول وحده نان بدون. لو ارجع لقائمه الالوان الحين اشوف ان عطاني بس مربع واحد. راح اضيف الجزء الثاني من الكلام، هالمره راح اختار تمبليت جاهز من اللي موفرنهم البرنامج. دبل كليك عليه علشان اقدر اغير الكلام. اكتب 20% اوف. راح اضيف المزيد من الصور فوتو مره ثانيه، ابلود فوتو لان راح اختار صور من جهازي. هالمره بختار شيب كروب واحد من هذه الاشكال. طبعا باي حال من الاحوال يا شباب لازم تسوون شوي تخطيط لشكل الاعلان في مخكم قبل لا تبدون العمل. لاحظ وقت التحريك في تعدد العناصر يعطيني خطوط وهميه، هي عباره عن جايد لاين يبين لي انه صار الاين ويا العنصر اللي جنبه. كليك على اي عنصر راح يسوي له سلكت، كليك مع الشيفت راح يسويهم اثنينهم سلكت مع بعض، واقدر احركهم اثنينهم مع بعض او اكبر واصغر. يبقى لي اخر خطوه اضافه اللوجو، راح اروح لاد مره ثانيه واروح حق لوجو يوديني حق البراند مالي، او اقدر اسوي سويتش براند بعد اروح لعلي ابو حسن او اروح لكب كيك. احنا شغلنا مع الكب كيك، وراح اسوي كليك على اللوجو اضيفه لي مباشره في العمل. راح اضيف صوره ثالثه هنا، ياني اروح على اد فوتو مثل ما كنت اسوي، او اقدر اختار حتى نفس هذه الصوره واروح للايكون اللي فوق اقول له دوبليكيت، واروح تحت الى ريبليس استبدل الصوره بدل الصوره اللي موجوده. وبهذه الطريقة قدرنا نصمم بوست بشكل كلش سريع في وقت قياسي، وامور تقريبا اغلبها جاهزة. من بعد ما اخلص بس اضغط على هوم راح اوتوماتيك يسوي لي سيف، لان البرنامج يشتغل عن طريق الاوتو سيفنج. الاحظ في القائمة تحت صار عندي يور ريسنت بروجكت، هذا اول بروجكت عندي، او اروح لقائمة البروجكت راح يعرض لي كل البروجكتات اللي اشتغلت عليها. عندي كل بروجكت اقدر اسميه باسمه، هذا راح اسميه كب كيك بوست. لو حبيت اسوي نفس التصميم بس على سايز ثاني، مثلا راح انزله بوست وراح انزله ستوري، ما اختار هذا البروجكت واغير السايز ماله لان عندي خاصيه الاوتو سيف راح يسيف لي على هذا البروجكت وراح اخسره. راح على هذا الايكون واسوي له دوبليكيت، بيطلب مني المسمى الثاني راح اسميه كب كيك ستوري. صار عندي بروجكتين في قائمه البروجكت، اختار كب كيك ستوري واروح لاديت بروجكت، اروح على ايكون ريسايز. اغلب سايزات اللي احتاجها للسوشيال ميديا كلها موجوده هني، الستوري، فيسبوك، فيسبوك كفر، بنترست، يوتيوب ثمبنيل وما شابه. احنا راح نختار ستوري او انستغرام ستوري، اوتوماتيك بيغير لي السايز مع الحفاظ على كل محتويات الاعلان. يبقى علي موضوع اعاده تنسيق العناصر واعاده ترتيبها. النص لما استخدمته في البوست استخدمته بس ون لاين، دبل كليك والفاصل من بينهم راح اسوي انتر على اساس يكون عندي على تو لاين. مجرد صار تو لاين لما اختاره صارت عندي قائمه جديده هني اسمها لاين سبيسنج، وهي المسافه من بين السطور. في خلال اقل من دقيقه صار عندي الستوري جاهز بنفس تصميم البوست اللي اشتغلت عليه من ساعه، معناته يحتاج اتعب بس مره واحده على الديزاين وبعدين الريسايزنج كلش سهل. ارجع لقائمه البروجكت راح الاحظ عندي اثنين، كب كيك بوست كب كيك ستوري جاهزين للاستخدام. البروجكت الثالث راح استعين بتمبليت جاهز من البرنامج، راح اروح على كرييت بروجكت انستغرام بوست واختار اي واحد من التمبليت الجاهزين، روح على السيرش راح اكتب كيك على اساس اختار لي تمبليت شوي مناسب للكيك، نبدي نعدل عليه بحيث انه اسوي شبيه للثيم مالي نفس طريقه اللي سويناه من ساعه كامل. فانا راح اتوقف عن الشرح وبدي بس اراويكم شلون التغيير. واخر خيار من قائمه الاد اقدر اضيف ايقونات يوفرها لي البرنامج جاهزه للاستخدام. نقدر نكتب في السيرش اي كاتيجوري راح يعطينا ايقونات تناسب الموضوع. بهذه الطريقه قدرنا نصمم بوست بشكل كلش سريع من تمبليتات جاهزه يوفرها لنا ادوبي سبارك. تبقى اخر خطوه تحويل هذا العمل الى صوره جي بي واستخدامه على الموبايل. بس اروح على البروجكت كليك داونلود راح ينزل لي بصيغه جي بي، انقله للموبايل واستخدمه في اي مكان احب. والحين راح ننتقل على الموبايل نشوف ادوبي سبارك شلون شكله هناك، وراح نسوي تعديل بسيط على واحد من هاي البروجكتات. نروح لادوبي سبارك على الموبايل، ومثل ما قلنا عندنا سبارك بوست، سبارك فيديو، سبارك بيج، كل واحد لحاله. احنا شغلنا حاليا مع سبارك بوست.
راح يطلب مني اسوي لوجن، اسوي لوجن بنفس ادوبي اي دي اللي سويته واشتغلت عليه. من يصير عندي لوجن راح تكون هذه واجهه البرنامج. من البدايه راح يراويني التمبليتات الجاهزه ممكن استخدامها، او لو حبيت اسوي بروجكت جديد اروح على هذا الايكون. حاولوا تعبثون فيه شويه، انا ما راح اشرحه كامل. راح اشوف ماي بروجكت اللي هم البروجكتات اللي اشتغلت عليهم على الديسكتوب، فاقدر ادخل على اي واحد من هذين البروجكتات واسوي التعديل عليه، وراح يتسيف اوتوماتيك عندي على الاكونت. احنا راح نختار اديت، ونلاحظ الخيارات اللي موجودة هنا هي نفس الخيارات اللي موجودة عندي على الديسكتوب. لو بغيت أسوي أد أقدر أضيف تكست، أقدر أضيف إيميج أو آيكون أو ما شابه، أو حتى لوجو، اللوجو اللي من البراند اللي مسيف عندي. أروح على براند، أقدر أسوي سويتش بين البراند، البراندين اللي عندي علي أبو حسن وكب كيك، أو أروح على خيار ريسايز وأختار السايز الثاني اللي أبغى أسويه، مثلاً ستوري راح يغير ريسايز البوست إلى ستوري دايركت. نروح حق الإديت، دبل كليك على الآيكون ومنحاول بس إن إحنا نبدل اللون مثلاً إلى اللون الاسود. راح اقول له دان، مجرد ارجع باك راح يسوي لي اوتو سيفنج مثل ما كان يسوي لي على الديسكتوب. ولما نرجع على الديسكتوب اروح لقائمه البروجكت، راح اشوف التغيير اللي سويته عن طريق الابلكيشن بالموبايل اوتوماتيك صار عندي ابديت على الويب سايت. الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون عن سبارك بيج، واللي بعده راح يكون عن سبارك فيديو. لاي اسئله او اي استفسار واصلوني على الواتساب او على الدايركت بحساب الانستغرام، ويعطيكم الف عافيه.